بعد ما هذا كان واجب وحلت لكم اياه وجدتوا فكرته، لازم تصحوا لحالكم. يا سلام عليك، صح ولا لا؟ هسه نجي ايش؟ لتوحيد المقامات. توحيد المقامات هذا متى بنستخدمه؟ توحيد المقامات لما يكون المساله فيها كسور، لما يكون فيها ايش؟ كسور. خلاص، زي ايش مثلا؟ اعطينا استاذ مثال عليه سهل جدا. بتحط نهايه مثلا سؤال، اسهل شيء، 1 على 2 ناقص 1 على س على س ناقص 2، وهون س تقول لك 2. هسا هذا لو عوضناه تعويض مباشر لازم يطلع ايش؟ 0 على 0. طب هذا بيطلع 0 على 0. خلينا نشوف، هذا 1 على 2 يعني نص. طب والسين عندك ب2، 1 على 2 برضه نص، نص ناقص نص 0. طب هون 2 ناقص 2 0 على 0، 0 على ايش؟ صفر. طب هذا في كسور، في كسور ولا لا؟ وين هون؟ ايوه هذا في كسر، وهي في كسر، وهي في كسر، والمساله ثلاث طوابق، هيها ثلاث طوابق، 1 2 3. ثلاث طوابق بده توحيد مقامات. توحيد مقامات، توحيد المقامات فيري ايزي يا عزيزي. هي تحط النهايه وسين تقول لها 2، تحط مقام 1. شو في مقامات في المساله هاي؟ فين مقامات اللي هم تحت؟ شو في اشياء تحت؟ هاي س ناقص 2، وهذا كمان مقام، هاي في كسر وتحتي كم؟ 2، وهاي في كمان كسر تحتي مين؟ س. هاي كل اللي تحت الكسر نزلته، اي شيء تحت كسر نزلناه تحت جنب بعض، اي شيء على راسه ريشه بنزله تحت. هاد على راسه ريشه، وهاد على راسه ريشه، وهاد عرس وريشة، كل اللي عرسهم ريشة هاي جنب بعض، قعدناهم مع بعض عشان ايش؟ يعرضوا على بعض زي ما بدهم، ماشي؟ كله عارف عرسه. هسا بنضرب ضرب تبادلي، ببلش من اليمين، بلش من وين؟ من اليمين، بلش من اليمين يا كبير. 1 ضرب س 1 س، واحد س يعني س، 1 ضرب س 1 س يعني س، 1 ضرب س 1 س يعني س، خلاص؟ ننزل مين هسه؟ ناقص 1 ضرب 2. والله وضعك متحسن بالضرب، هي 1 ضرب 2 على شيء ان شاء الله، توقعتش فاجئوني. 2 وصلت هاي؟ تمام؟ يبقى هيك بضرب 1 ضرب س 1 س يعني س، الناقص تنزل 1 ضرب 2 2، خلص بنختصر س ناقص 2 مع س ناقص 2، شو بضل فوق؟ 1. اذا اللي فوق طار نحط محله 1، خلاص؟ بعد ما نختصر بنعوض هسه، نعوض 1 على 2 والسين ب2، يطلع الجواب ايش؟ 1 على 1 4. وين خلص. لا ما استفدت شيء بالاشياء. خلص. شو نفس اللي قلناه قبل؟ خلص، نفس اللي قلناه قبل، خلص هي خلصت، هي توحيد المقامات، هي هيك الدرس يعتبر خلص. ايش الشيء اللي بيجي في صعب الان؟ خطوه اللي ممكن تيجي زياده؟ ممكن يجي عندك سالب مكاره؟ عارفينها، عارفين السالب المكاره؟ سالب مكاره؟ ممكن يجي عندك تجميع؟ كيف تيجي صرت انا هسه جاي في الحق، ممكن يجيك ايش؟ تجميع حدود متشابهه. وعشان تفتكروا موضوع تجميع الحدود المتشابهه برضه، لو رجعناه مراجعه سريعه اهي، لو انا عندي مثلا 2 س زائد 5، 2 س زائد 5 احكي ناقص س ناقص 7 مثلا. كم حد هدول؟ 4. 4 عندك هون 2 س بجمعها مع سالب س، طبعا سالب س يعني في كم؟ 1. 2 ناقص 1 والله رقم 2 ناقص 1 1، 1 ايش؟ س يعني 1 س. وعندك الخمسة وايش؟ والسالب 7، عدد موجب عدد سالب، ناخذ إشارة الأكبر والفرق بيناتهم كم؟ 2، يعني س ناقص 2. خلص هي. طيب واحدة ثانية، واحدة ثانية. 4 س ناقص 1 ناقص 2 س ناقص 1. كم حد هدول؟ 4. 4 س مع ناقص 2 س. 4 ناقص 2 2 ايش؟ 2 س. وعندي سالب 1 وسالب 1، سالب 1 سالب 1 نجمع بس بضل السالب، سالب 1 سالب 1 بنجمعهم بس بضل سالب.
واحد واحد اثنين. طيب هاي بتعرفوها، اثنين س ناقص اثنين ايش فيها؟ هاي عامل مشترك. ايش المشترك بين الاثنين واثنين؟ تنزل اثنين بنقسم س اثنين س على اثنين، روح اثنين مع اثنين ضل س ناقص واحد، اثنين على اثنين واحد. هيك اللي ممكن يجي اشياء زياده في توحيد المقامات. طب اعطينا شيء في اشياء زياده. ماشي اعطيك، ليش لا؟ خلي كان على طول ندخل على ايش؟ على الثقيل. نهاية مثلا س حكيت اقول لك لاثنين ها واحد على س زائد ثلاث ناقص واحد على ثلاثة خمسة اثنين س زائد واحد على س ناقص اثنين. طيب نعوض المباجل، نعوض المباجل ماشي. 2 زائد 3 5، يعني 1 على 5. طيب 2 ب 2 4 زائد 1 يعني 1 على 5 خلص 0. 1 على 5 ناقص 1 على 5 0. 2 ناقص 2 0 ماشي 0 برضه. هسه هي بدها توحيد مقامات. ليش هي بدها توحيد مقامات يا مستر خالد؟ ليش؟ لأنه فيها قصور. شفت الرايق؟ قصور ثلاث طوابق، هيها قصور ثلاث طوابق ما شاء الله. قصر ثلاث طوابق هذا بده 5 6 مليون ها. طيب اول شيء يا معلم هاي النهايه وهاي س تقول له 2 حط كسر ونلم كل اللي على راسهم ريشه. هذا على راسه ريشه، هاي س ناقص 2 وهذا كمان على راسه ريشه س زائد 3 وهذا كمان على راسه ريشة 2 س زائد 1. هذا على راسه ريشة ثاني؟ كل الجهاز على راسه ريشة. ماشي بس نضرب. نضرب ايش؟ بالعكس نبلش من وين؟ من اليمين. من اليمين. اي والله يجعلنا واياكم من اهل اليمين ومن اهل اليسار كمان. اضرب 1 ضرب 2 س زائد 1. هسه لما اضرب الواحد بياثر شيء؟ لا. تنزل هاي زي ما هي 2 س زائد 1. ايش وحكيت؟ حكيها مرة ثانية عشان انت بتعجبنا لما تحكي بسرعة. واحد ضرب اثنين س زائد واحد. هسا لما اضرب الواحد فهاد بيأثر اشي؟ لما تضرب الواحد في اي اشي بيأثر؟ استنى شوي بس خلص بس خلص بس خلص. لو كيف واحد باثنين س زائد واحد اثنين س زائد واحد. هسا بتنزل مين؟ السالب. انتبه السالب هاي مكارة. ليش؟ واحد بسين زائد 3 سين زائد 3 لازم تحط قوس. ليش؟ لان في سالب اجى بعديها حدين بوزع مين؟ السالب. احنا اتفقنا عمليه التوزيع هاي وين بتتم؟ عجل. طيب هاي 2 سين زائد 1 بلش فيها 2 سين زائد 1 وزع لي السالب. هاي سالب مع سين سالب سين يعني 1 سين مش مزعله. وسالب مع 3 سالب 3. هسه كنا نسويها هون نسويها هون اللي هي التجميع اللي هي خطوة ايش؟ التجميع. كم حد هدول؟ هاي 2 س مع السالب 1 س 2 ناقص 1 اخذناها بالهيك. هاي 2 ناقص 1 سهلة هاي اخذناها هسه اخذناها 2 ناقص 1 1 ايش؟ سين. 1 س يعني س خلص مش شو خلينا هيك نتمدين شوي. وعندك هون واحد وناقص ثلاثة ناخذ شرط كبير والفرق بينهم اثنين. يعني هذا كليات الحفلة هاي الحفلة هاي كلياتها س ناقص اثنين. طبعا تحت س ناقص اثنين س زائد ثلاث اثنين س زائد نختصر اختصر ماشي. س ناقص اثنين مع س ناقص اثنين بضل هون ايش؟ واحد على عوض هس 2 زائد 3 5 2 ضرب 2 4 زائد 1 5 1 على 5 ب 5 10 25. والله شكلي تعديت منكم 25. ما دائما بحكي لكم 5 ب 5 بتقولوا لي 10 25. كله بيشبه بعضه مش هي الرياضيات؟ ما هي الرياضيات كلها بتشبه بعضيه بس انت صحصح بس معاها شويه وراح تلاقيها سهله جدا. بس انت يعني عارف ما بحبها الا بعد عداوه زي ما بيقولوا. ما بحبها الا بعد عداوه. الرياضات انت عمرك بتكرهها بس تيجي على التوجيهي بصير تحبها. كيف بتحب كيف؟ ها؟
لا هيك بتصير تحبك ما عليك. بس انت تحبها بتصير تفضل عليها. ايوه عشان ان شاء الله هيك لما تحب الرياضيات في التوجيهي وتجيب علامه مليحه وتدخل جامعه وتتخرج ابوك يجوزك اياها ان شاء الله.